أين تقع أعلى قمة جبلية في العالم العربي؟ في العالم العربي؟ أعلى قمة جبلية في العالم العربي؟ أين تقع أعلى قمة في العالم العربي؟ العالم العربي، العالم العربي في الجزائر، نشوف الجزائر. العالم العربي، العالم العربي، العالم العربي، أسمع باكرة. على قمة جبلية، ماشي على قمة في العالم العربي. نورمالمون نورمالمون على حسب ما نعرف في العالم العربي كاع شي تيكزدا يما قولايا في العالم العربي ماشي غير في الجزائر عربي. نعرفهاش هاد، هي جاية في المغرب. في المغرب كازا. قمة هذه اسمها توبقال. توبقال في المغرب. في العالم العربي واش من بلاد نقدروا نعرفوا واش من دوله؟ المغرب. الريف، الاطلس، صراحه ولا غير ما نعرفها بصح ما. وانت يا مان القمه هذه اسمها توبقال. توبقال، توبقال في المغرب. بلد يعني عربي ولا خارجي؟ في لا في العالم العربي. العالم العربي يعني ممكن نروحوا للدول الخارجية. صحراء سهل لك، هي جاي في المغرب. لا في المغرب الأقصى. لا كاينة قمة جبلية جاية في المغرب، هي أكبر قمة جبلية في العالم العربي. وش اسمها؟ شي جبل طارق بن زياد. لا نقول لك اسمها؟ جبل كان الهوكار. لا لا ماشي الهوكار. المغرب هذه، القمة هذه اسمها توبقال. توبقال. توبقال جاي في المغرب. في المغرب.